نظم اليوم أساتذة وإداريين وعمال ثانوية خديجة أم المؤمنين ببطنة وقفة احتجاجية ضد مديرات الثانوية، مطالبين بكرامة الأستاذ والعمال والإداريين واحترامهم حسب تصريحاتهم. نتأسف وللأسف مرة أخرى ما يحدث في ثانوية خديجة أم المؤمنين من تعجرف، من استبداد، من في ظل استخدام السلطة لهذه السيدة المديرة التي أصبحت تهين العمال، تهين الأساتذة، تهين الإداريين. في نفس الآن يعني أصبحت استخدمت عفوا كرامة الأستاذ لا كرامة له وتذله إلى أقصى الحدود. كانت كذلك تجاوزات لكل يعني الشرائح ولكل الطبقات سواء في الاقتصاد أو على الصعيد الإداري أو على الصعيد التربوي. هذه السيدة أرادت أن تجعل من ثانوية خديجة أم المؤمنين ثانوية خاصة. يعني نحن نطالب الوصايا بالتدخل العاجل في وضع حد لهذه السيدة، علما أحيطكم علما فقط أن لجنة التحقيق كانت في أيام سابقة مع هذه السيدة. لذا نطالب بالوصايا يعني من مدير التربية على وجه الخصوص وكذلك وزير التربية أن يضع حد لهذه السيدة. أنا أستاذة بهذه الثانوية، ثانوية خديجة أم المؤمنين، ونحن اليوم في وقفة احتجاجية ضد هذه المديرة ونطالب برحيلها. وهذا لكون هذه المديرة السنة الرابعة لا تتغير، ليست تربوية، لا يهمها لا التلميذ لا الأستاذ لا شيء. بالنسبة لها هي في ملكية خاصة تتصرف وكأنها ليست في مؤسسة تربوية تابعة للدولة الجزائرية. كما طالب المحتجون برحيل مديرة بسبب معاملتها الغير مقبولة لهم كما يقولون. أنا من أقدم عمال بهذه الثانوية وبالنيابة علي أنا وعلى زملائي راح نحيطكم علما بأن رانا هذه المديرة من نهار جات مدايرة حاشية. احنا من العمال، احنا في 9 عمال، كاين منهم 3 رانا في ضرر، الخصومات من جهة، التهديدات من جهة، الإهانات من جهة، وش راح نقول لكم الظلم. يعني ما وش نقول لكم بالتهديد، كي دخلت للمديرة هذه وقلت لها بلي يا مدام على هذا المنكر راكم دايرته فينا، وش تقولنا؟ تقولنا اللي ما عجبوش الحال يروح من هذه المؤسسة. 3 سنين وانا نستنى فيكم باش تروحوا، مي ما كانش ما رحتوش مالا. انا السلطة التنفيذية لي، انا وش نقول لكم، هذا المديرة نطالبوا برحيلها لأنه رانا ما بانوش لا كان رانا نخدمه في مؤسسة تاع دولة، رانا في مؤسسة خاصة. نحن أساتذة ثانوية خديجة أم المؤمنين نطالب برحيل المديرة وذلك إثر التجاوزات وقرارات تعسفية والإهانة التي تلحق بالأستاذ أثناء أداء مهامه، لا للحجرة لا للتهميش لا للذل. في انتظار رد مديرة الثانوية يبقى المحتجون في رحلة بحث عن حل منذ اليوم الأول من الدخول المدرسي.